انا دقيت هنا مسمار عشان ما اتحركش. وما تقلقيش يا بدريه، حتى لو جاتك لقمه عيش جامده جدا بره هنحط اي حد على كرسيكي، وبعدين لما ترجعي كرسيكي يستناكي. كرسيه لا هاتي تربو. كرسيه ده بتاعي اخطب عايز. الواد عنده يعني ترمومتر شغال اول، بس قانون استشعار المراقب بس يعمل كده يا عيني، ده تلاقيه فجاه رك رك طلعها زي ما تفهموش رك وحطها في حته حلوه قوي بحيث متشافه. شوف العطاء والتعامل لما بين اللجنه، لان العطاء هو سر نجاح المجتمعات، ان بعد ما هو يخلص بيوزع البرشام على كل اللجنه بتاعته. داخل كده برنس في نفسه منتهى الثقة 100%، بيقعد يحط ورقه، يحط قلمته، يحط الكالكوليتر بتاعته، يحط كل حاجته، تستني الورقة تنزل، ورقة يبص عليها بصة ويبدأ. مشكلته الوحيدة يمكن ان ورقة الإجابة تخلص، لأن هو عنده معلومات كتير عايز يحطها، أو ان الوقت يخلص. بنت الحلوة تخش اللجنة تقعد داشة برنس، قاعدة حلوة واثقة في نفسها، ناعمة طرية كلها حنية، وتقعد في اللجنة كده كل حاجة تجيلها وهي قاعدة، حتى المدرس بيغششها. بدأت أسافر وأدرس الحاجات اللي هو درسها بالظبط، فمشيت بقى في السكة دي. وكان عندك بقى طاقة ووقت وفلوس إن أنت تدفعي فلوس عشان تروحي تدرسي في بلد؟ بتتفسح، بتقولك بتسافر بره بتتفسح. كنت بقى يعني أنا كده كده وإحنا أخدنا بنروح الساحل. اللي بيتفسحوا مش هم الفنانين، مش الفنانين واللي بيستمتعوا بيسافروا بره وبيروحوا ويجيجوا ويتشلطوا. أيوة. مش الفنانين لا، كتير يا جماعه بتدي عين كده. مامتها بتصرف كتير في الفسح، طب ما انا خليها تروح تتعلم. لا مش قوي يعني كده يا جماعه، يعني مش للدرجه يعني. مامتها بتعاني من كتر فلوس الفسح. نفسنا الموسم الثالث من الأحد إلى الأربعاء في 9 مساء حصريا على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.